الآن في عصر الرقمنة والتحول الرقمي الآن أصبح إجباري وليس خيار بالنسبة لجميع القطاعات التعليمية والاقتصادية، والقطاع التعليمي واحد من هذه القطاعات. إدخال تكنولوجيا التعليم فيه واحد من أهم الطرق لتطوير العملية التعليمية وتحسين مستوى الطلاب وتحصيلهم العلمي. المشروع طبعاً بيؤدي إلى ربط المواقع التعليمية من المدارس ومديريات التربية ومواقع إدارية تابعة لوزارة التربية والتعليم. الآن تقريباً بلغ عددها حوالي 3500 موقع، بتخدم حوالي 1.6 مليون طالب وأكثر من 100,000 موظف ما بين معلم وإداري، لإيصال المعلومة لجميع الطلاب والمعلمين والإداريين وتبادل المعلومات ما بين مديريات التربية ومركز الوزارة. تطبيق لمبدأ الشراكة ما بين الدوائر الحكومية والمؤسسات والوزارات، كان في تعاون ما بين وزارة التربية والتعليم وهيئة الاتصالات الخاصة في القيادة العامة للقوات المسلحة للجيش العربي بطرع عطاء للبنية التحتية لتشغيل المدارس، يعني كانت من نصيب شركة أمنية في ذلك الوقت، وتم تجديد الاتفاقية أيضا لمدة 3 سنوات.